يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذه القضية، حيث وجدت الجامعات السعودية نفسها في حرج بالغ أمام ما قيدته هيئة الرقابة والتحقيق من تسيب وظيفي في عدد من الجامعات. صحيفة الوطن كما ذكرت علمت أن هيئة الرقابة سجلت حالات تأخير وتغيب متكررة وسط منسوب الجامعات، فيما رصدت وزارة التعليم مخالفات مالية في بعض الجامعات، تصنف هذه المخالفات تحت درجة الاختلاس، وهي تتعلق بأموال صندوق الطالب الذي تأتي أمواله من خلال رعاية الفعاليات والأنشطة. خلونا في البداية نتابع هذا التقرير وبعدها نفتح هذا الملف. من البديهي أن تكون الجامعات حاضنة الباحثين والأكاديميين والمختصين مثالا للنزاهة والأمانة والتفاني في أدائها، ولم يخطر في بال أحد أن يقرأ في يوم من الأيام أن هناك جامعات في المملكة تختلس أموال طلابها، لكن هذا حدث فعلا. فقد أشار تحقيق حديث لوزارة التعليم عن وجود مخالفات مالية في بعض الجامعات تصنف تحت درجة الاختلاس وتتعلق بأموال صندوق الطالب التي تأتي من خلاله رعاية الفعاليات والأنشطة التي تجلب من خارج إطار الموازنة، حيث إن بعض أعضاء هيئة التدريس والذين يشرفون ويعدون فعاليات للطلاب والطالبات لا يدرجون المبالغ المالية المخصصة لتلك الفعاليات في صندوق الطالب، رغم اشتراط الأنظمة واللوائح إدراجها كشرط لجلب الرعايات، فيما يتساهل بعض مديري الجامعات في ذلك رغم المخالفة الواضحة للنظام التي تجعلهم جميعا تحت مظلة المساءلة القانونية والمالية. هذا الفساد في الجامعات لم يتعلق فقط باختلاسات مالية، بل كشفت هيئة الرقابة عن وجود تسيب وظيفي في عدد من الجامعات، حيث سجلت حالات تأخير وتغيب متكررة وسط منسوبي الجامعات. للحديث حول هذا الموضوع يلتحق معنا في الاستوديو الكاتب والأكاديمي الدكتور محمد العبد اللطيف، كذلك انضم معنا المستشار القانوني الأستاذ فيصل الرمي. حياكم الله معنا دكتور محمد. خليني أبدأ معك، يعني أبي تعليقك على هذا الخبر اللي ورد فيما يتعلق بهيئة الرقابة والتحقيق، يعني سجلت بعض المخالفات في بعض الجامعات، حالة تأخير تسيب إلى آخره، ووزارة التعليم قاعدة تحقق في بعض الاختلاسات الموجودة في بعض الجامعات من خلال صندوق الطالب وغيرها في الأنشطة. سؤال، يعني لما تتكلم عن جامعات تتكلم عن صرح تربوي، عن يعني تخرج أجيال يعني تبني البلد، تكون فيها هذه المخالفات صراحة شيء يعني مؤلم والله. هو الكلام اللي تفضلت فيه صحيح، ولكن أيضا يجب أن نكون واقعيين شوي. الجامعات جزء منها المجتمع، ويجب أن لا نضفي على الجامعات النظرة المثالية اللي تطمح إلى أن ما يكون فيها أخطاء. طبعا لا شك خاصة في بعض الجامعات يعني كبيرة جدا وفيها متفرعة وكذا ويصعب يعني رقابتها تماما، ولكن الجامعة هي جزء منها المجتمع، وأعضاء التدريس هم أفراد فيها المجتمع، والمجتمع وثقافة المجتمع تؤثر على جميع أفراده بما فيهم أعضاء التدريس. ولكن دعني أعود بس اللي بقوله التهمة هذه قبل ما تروح التقاعس، يعني أنه التهمة تكون يعني صرح أكاديمي وجامعة تكون أتوقع أعظم جرما من أنها من أي جهة ثانية. صحيح، ولكنها هي في نطاق محدود جدا، يعني ربما أنها صدفت يعني، ولكن يعني لو قلنا مثلا أنه احتمالية وقوع مثل هالتساهل هذا في جهة ما، مثلا خلنا نقول 50% تكون في الجامعة 15-10%، ولكن ما لا تخلو الجامعات خاصة أنها مؤسسات كبيرة. يعني بعض الجامعات فيها 6000 موظف ما هو بعضها التدريس، بعض الجامعات فيها أعداد كبيرة من الطلاب، مثلا أم القرى فيها 65,000 طالب، سعود فيها 60,000 طالب. فأنت تتكلم عن
يعني أجهزة كبيرة كانت إمكانية أن يكون فيها بعض التجاوزات الضئيلة ممكنة يعني، ولكن عندما لا تعالج، عندما تبلغ الجهات هذه بالمخالفات ولا يتخذ إجراء فيها الموضوع هذا، هنا الإشكال. أنا ما أعتقد أنه لا الجامعات الموجودة عندنا يعني أنها تتقاعس ولا ترغب أنها ترى مثل هالأشياء هذه، ولكن التقاعس ترى على فكرة عبان معنا سعادة المستشار أيضا، التقاعس إداريا ليس تهمة وليس جريمة، لأنه لا يمكن تعريفه ولا يمكن تكييفه على واقع معين. يعني أنت تكلم عن الجرائم الإدارية للاختلاس، التزوير، الرشوة، إلى حد ما الإهمال في المسؤولية، أنت هملت في مسؤولية ترتب عليها مثلا ضياع معاملة ولا ضياع مال ولا حادث في مختبر ولا في شيء. أما التقاعس كلمة عامة يعني، وطبيعة الحال يعني قد أنت تنظر لموضوع أن التقاعس، غيرك ما ينظر له التقاعس، ربما أنك تضع في يعني تضع في عينك أنت شيء مثالي أكبر من الواقع، وعندما ترى الواقع تعتقد أنه أنت هذا تقاعس. يعني ما لم تحدد التهم هذه وتصنف وتوضح ما هي. طيب خليني برجع لك كونك أكاديمي وتعرف وضع الجامعات. فيصل خليني أسألك بالناحية القانونية، يعني لما هيئة الرقابة والتحقيق توجه إنذار للجامعات في موضوع، في طبعا نتكلم عن أكثر إشكالية، نتكلم عن موضوع التسيب اللي ذكرته هيئة الرقابة والتحقيق فيما يتعلق بوجدته داخل الجامعات، تسيب يمكن من أعضاء التدريس، من موظفين إداريين أيا يكن. والأمر الثاني التهمة اللي هي احنا نعرف صندوق الطالب وكلنا درسنا بالجامعات انه يقتص من مكافأة الطالب مبلغ وقدره لأجل الاستثمار في أنشطة يعني طلابية او ايا يكن. هذه الصناديق كيف يمكن توضع عليها رقابة محددة بحيث انه يعرفون يعني من حق الطالب اللي يقتص من مكافأته يعرف وين تروح هالفلوس؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد أن نزيل الظلم والجهل عن الناس، الجهل في تعليمهم ووضع أنظمة ومعايير، أولا نظام يمكن تطبيقه، نظام معروف ويعرفه الجميع، نظام أيضا يمكن قياسه، ويمكن قياس أو يوجد معايير لتطبيق هذا النظام، وأيضا النظام مناسب يعني لوضع الجهة التي وضع لها النظام. ثم بعد ذلك يأتي المحاسبة، وتكون المحاسبة عادلة، يطبق النظام على الجميع، يطبق أيضا برقابة سليمة، المراقب نفسه عنده علم ومعرفة في بالنظام وبآلية تطبيق النظام وبالمعايير وكيفية أيضا قياس المعايير. فإذا وجدت هذا، إذا وجد هذا الأمر زين انحلت كثير من الإشكالات. لما نرجع إلى الجامعات، أنا اللي قرأت الخبر يتكلم عن أعضاء هيئة التدريس وعن مسألة التسيب، بأخذ الموضوع الأول اللي هو التسيب. حينما تتكلم عن تسيب أعضاء هيئة التدريس، أنا أوافق تماما أن هناك تسيب، وسمعنا وبلغني من أحد من بعض الطلاب أن هناك أساتذة لا يدرس في الفصل إلا محاضرتين أو ثلاث محاضرات خلال الفصل، خلال الفصل كله يطالب الطلاب بالمقرر كاملا. ترى بصراحة الأسماء اللي وصلتني كلها ليسوا من أعضاء هيئة التدريس، وإنما من المتعاقدين مع الجامعة، من أحيانا بعض الشخصيات المعينة اللي ربما الجامعة تستقطبها. وضح لي أكثر. الجامعات تتعاقد مع الشخصيات المعينة اللي يتم التعاقد معها، يعني بعض أحيانا شخصيات معينة لها وزنها التعاون هذا. إيه بس أبي أعرف الشخصيات المعينة قد تقول عنها. أحيانا الجامعة تريد أن تكسب اسم فتتعاقد مع شخصية. لا حدد لي أكثر، يعني لا أريد مسؤول مثلا، لا أريد أن يفهم مسؤول عنده دال ويتعاقدوا معه. أنا فهمت الموضوع، يعني أحد المسؤولين قبل فترة منع من تدريس الجامعات، فسمعت من الطلاب الذين درسهم أنه ما يدرس في الفصل كله، ما درس الا ثلاث مشغول حصر. يعني بشغله ما ادري مشغول او ليش يدرس في الجامعه اذا كان مشغول. فهذا قد يحسب احيانا ويشوه سمعه الجامعه كلها. زين هم اخذينه على اساس انه اسم وعلى اساس يرفع من قيمه الجامعه، في الواقع هو يشوه صوره الجامعه. مساله التسيب موجوده،
وهناك أساتذة قد يتسيبون وقد يهملون في تدريس الطلاب، قد يتغيبون عن المحاضرات، لكن أيضا لابد أن يكون هناك معيار دقيق وجيد للأساتذة. ننظر أيضا الأساتذة هل هيئ لهم الوضع الأكاديمي بالشكل السليم. فيما بلغني من أساتذة الجامعات في أكثر من جامعة أن هناك عجز كبير جدا في مكاتب الأساتذة، يعني أعضاء هيئة التدريس كثير منهم ليس لديه مكتب في الجامعة، ليس لديه مكتب، معناها أوراق وين يحطها؟ معناها في بيته، في سيارة أو في السيارة. طيب الآن إذا خرج من المحاضرة يروح ينتظر في أحيانا استراحة الأساتذة. الاستراحة هذه ليست مكان خاص به، يريد أن يحضر، يريد أن يكتب. أضف إلى ذلك، خلنا نأخذ أي جامعة في داخل مدينة جامعية واحدة، لا نتكلم أنه خرج من المدينة الجامعية. أحيانا يستغرق من الأستاذ الخروج من محاضرة إلى محاضرة، من مبنى إلى مبنى 20 دقيقة، بين يخرج من محاضرة إلى محاضرة، زين. ثم نطالب هذا الأستاذ أو هذا عضو التدريس، نطالبه أيضا بتطبيق النظام وبالانضباط. الانضباط مطلوب، لكن أنت ما هيأت الجو الانضباط. أضف إلى ذلك عضو هيئة التدريس لا يمكن أن تطالبه بنظام الخدمة المدنية اللي يقول للساعة 7:30 و2:30، لأن عضو هيئة التدريس أحيانا يدرس من 8 إلى 8 بالليل، أحيانا عضو هيئة التدريس يكون عنده اختبارات يوم الجمعة ويوم السبت، أحيانا عضو هيئة التدريس عنده رسائل ماجستير ودكتوراه يشرف عليها، عنده مؤتمرات. يعني كان بك تقول فيصل، يعني قبل ما يحاسبون على تسيبهم عطوهم حقوقهم، وفروا لهم بيئة يعني صحية للتعليم الجامعي، وبعدين تعالوا حاسبوهم. أعطاه البيئة ووفر لها الحقوق. عارف انه مضيق الصدر الموضوع، لأنه في بالنسبة لك شجن. لا أنا ما أضيق صدري، شجن الموضوع. أنا أعتقد أني أنا هنا لأقدم وأقول الحقيقة. جميل. يعني أنا لا، ولكن أحيانا الناس لما ترى شيء من الخارج ما تعرف ماذا يحصل بالداخل. أنا مع يعني حضرة المستشار فيما يتعلق بالأنظمة، ولكن الناس في الجامعة تشتكي من كثرة الأنظمة والعراقيل، خاصة في مواضيع الصرف عليها رقابة. اللي أعرفه أنا أعرف عن جامعة الملك سعود، وهي جامعة قديمة طبعا وأنا أعمل فيها، بالرقابة خاصة في الرقابة على المال، خاصة على صناديق الطلاب وكذا، عملية الصرف عليها تتم ضمن إجراءات يعني معقدة جدا، ما يمكن التلاعب فيها. المقصود بالكلام اللي تكلموا عنه هو الرعايات. مش معنى الرعاية أنه يأتي بنك يرعى، ولا يأتي أحد، ولا ينشط أحد من العاملين في من الطلاب أحيانا أنفسهم، ولا من العاملين فيه، أو المسكين ننشط، أو العامل، ويتفق مع الناس على الرعاية، ربما يأخذ له مكافأة أكثر مما يفترض أنه يأخذ ولا شيء من هالقبيل. أما أموال صناديق الطلاب فأنا أضمن لك أنه ما يمكن يصرف منها إلا بإجراءات دقيقة قابلة للمراقبة وقابلة للمراجعة. يعني لو استطعت أنك تأخذها ترجع فيها من البداية، فتستطيع أنك تعرف أين ذهبت هذه يعني الأموال. الجامعة بما يتعلق بالطلاب إذا لم تعطيهم لن تأخذ منهم، هذه خذها مني، يعني خذها، هذا كلام من ما ما بس ما في هناك اتهام صناديق الطالب. الاتهام عكس ما قلت الدكتور محمد، الأصل في، لا لا بالعكس، أنا أعرف، أنا كنت في العلاقات العامة وما زلت باقي لي فترة شوي في العلاقات العامة، وأحيانا تجي أوجه صرف مثلا في حفلة تخرج ولا شيء ولا نشاط معين، وأحيانا يعني بعض الناس يقول ما ودنا أن نقوم بالنشاط لأنه إجراءات الصرف هذه صعبة جدا يعني من الصندوق. الجامعة إذا لم تعطي صندوق الطلاب لن تأخذ من صندوق الطلاب، يعني الناس حريصين جدا. يعني معنات الوزارة، يعني شوف معنات الوزارة، الاتهام الاتهام ترى ما جاء من أحد، من الوزارة، وزارة التعليم، ثمان جامعات غير، أنا أتكلم عن جامعة أعرفها أنا. يعني الاتهام ما جاء من أحد من الشارع، جاء من وزارة التعليم. يجب، شوف إحنا أحيانا يعني نعم بالاتهام. الأصل في الإنسان هو البراءة حتى يثبت شيء، مضبوط ولا لا؟ أنت طلبت مني أني أعطيك رأي والأشياء اللي مطلع عليها، وبكل أمانة أنا قلت لك ما وبالنسبة للكلام اللي تفضل فيه الزميل اللي هو أحد المسؤولين اللي جاء متعاون وصادر قرار، طيب تعاون معنا ناس من هيئة كبار العلماء، طيب ليش ما نتكلم عنهم هذولي ورقيوا إلى هيئة كبار العلماء؟
يعني الجامعة عندما يشملهم هذا يقول تدخل تحت الشخصيات المعينة. يجب ألا ننظر، شوف هو التعاون وارد عندما يأتيك مسؤول كبير في الدولة مثلا، خلنا نقول مسؤول ولا قاضي كبير وبيدرس مثلا في الشريعة، أنت تعتبر أنك كسبت مكسب حتى لو أعطى الطلاب أقل بساعة ولا أقل بساعتين، لأنه هو أحيانا تجيه مسؤوليات كبيرة ما يستطيع، ولكن الفائدة اللي تعود على الطلاب هنا تعود فائدة كبيرة، لأنه يعني يحتكون مسؤول كبير، يحتكون يستطيعون يسألونه أسئلة، يستطيعون أنهم يعني يعرفون وش طبيعة المسؤولين، يعني هناك أشياء غير منظورة يعني. والجامعة لا تستفيد منهم هؤلاء، يعني وش تبي تستفيد الجامعة؟ علاقة الجامعة هي بالتعليم العالي، لو جابت أحد من وكيل وزارة التعليم العالي ولا موظفين وزير التعليم العالي وخلتهم يدرسون ممكن يعني، ولكن مسؤولين من خارج الجامعة طيب. ما يمكن يقدمون للجامعة شيء يعني. طيب فيصل، خلينا نتكلم عن جزئية المخالفات المالية. طيب أنت تكلمت عن ما يتعلق بتسيب أعضاء هيئة التدريس، خلينا ننتقل للمخالفات المالية، يعني أنت ما علقت عليها بشكل كبير. ما يعني مثل صندوق الطلاب على سبيل المثال، أو خلينا نتكلم من ناحية قانونية. الحين عندنا نشاط طلابي في جامعة إكس من الجامعات، وجاء مثلا صندوق الطلاب ولا جاء يعني النشاط له صفي وجابوا رعاية من برا، بنك ولا واللي جاب الرعاية مثلا خلينا نقول مدير الأنشطة دخلها باسم شركة، أخذوا مثلا نسبة 40% من الرعاية 50% من الرعاية أيا تكن بها الطريقة، وقاعد يستغل اسم الجامعة، هذا يعتبر فساد؟ طبعا أحيانا يكون تعاقد يكون أشبه ما يكون بمشروع خارجي. والرعايات شوف أنتم إعلاميين تعرفون أحيانا أرقام في الإعلام، أنا كان لي بعض التواصل مع بعض الجهات الإعلامية في قضية الإعلان التجاري، الإعلان التجاري أحيانا يخرج يكون خارج السيطرة وأرقامه أحيانا تكون كبيرة جدا، وأحيانا تكون عند الشخص العادي قد تكون غير منطقية، يعني ممكن يجون برعاية مثلا برنامجكم هذا قد يكلف مثلا في السنة كلها 100,000 ريال يكفي يغطي، لكن يجون البرنامج له جمهور له سمعة له صيت، فتجي شركة من الشركات تقول أنا مستعد أعطيكم 1,000,000 ريال بس حطوا بس كوب اسمي على الطاولة. زين، المسألة إعلان تجاري، أحيانا الوسيط يجي يقول لك أنا يا روتانا أبي 30% من العقد. زين، فأفرض أن الوسيط أحيانا قد يكون موظف في الشركة فيه روتانا وهو اللي اشترط على روتانا، يقول لهم أنا تعالوا بس يكون الترتيب خارج المؤسسة يقول أنا بجيب لكم راعي لهذا، أنتم يكلفكم 100,000 ريال أنا بجيب لكم راعي يدفع لكم 1,000,000 بس أنا لي 30%. ما تستطيع تعتبر هذا فساد إداري وفساد مالي، لأنه هو ما أخذ الآن من فلوس الجهة، بل هو جاب لها فلوس في الواقع، هو ورد لهم مبلغ وأحيانا مبلغ كبير، وأحيانا حرك لهم شيء كرسي بحثي، أحيانا أنا بحاجة كرسي بحثي، ما عندنا ما نصرف على بعض الأبحاث والدراسات، أنا لا أبرر ترى لا أبرر ولا أدافع، كراسي الأبحاث هذه موضوع بالحال في هذا الجانب، لكن إن تكلمنا عن صندوق الطلاب فيما أفهم، وأنا حقيقة ما تعاملت، يمكن الدكتور هو يعرفه بعمق ويعرف من داخل المنظومة، أنا فقط مما أسمع أو يأتيني من أخبار خارجية أن صندوق الطلاب أشبه ما يكون ببنك، يعني معروف كل مبلغ دخل وكل مبلغ وين صرف، ويمكن التدقيق بشكل يعني. طب تتوقع الاتهام جاء من عبث؟ يعني لما وزارة التعليم تتهم بعض الجامعات، انت عندك 26 جامعة يعني احنا ما نعلم عن الجامعات اللي برا، ترى احنا موضوعنا مو عن جامعات. انا مرة في حفلة التخرج اول ما تعينت جاء واحد وقال احنا نود انه نعمل لكم رعاية لحفلة التخرج، طبعا ما تم تنسحب هو، فكان اللي خاطب الشخص هذا هو معالي المدير، ولو فيه مبالغ تصرف باسم الجامعة لا تصرف لا باسم معالي المدير ولا باسمي أنا، وتدخل ضمن التدقيق حق الشؤون المالية، وعليك أنت شوف، أنت لو يوم من الأيام أخذت سلفة من إدارة الجامعة والله ترجعها ما صرفتها من التعقيد اللي موجود فيها يعني، فالناس لا يهيأ لهم أن الجامعة جسد، بالعكس، ولكن وعموما ترى على فكرة هناك حرص في الجامعة على أنه أنشطة الطلاب تكون أيضا بمبادرة من الطلاب وبإشراك
وبإشراف من الطلاب. يعني الطلاب معهم موجودين في الأنشطة هذه ويعرفون ما يدور فيها. يعني جميل. طيب فيصل خليني أتكلم عن يعني ما هي الآلية المفترض أن تكون في الرقابة على المال العام. نتكلم عن جامعات، نتكلم عن غيرها، يعني خلنا نكون صريحين أكثر، يعني جميل. صريحين بكل ما تعني حبا للوطن. يعني البعض يرى المال العام كعكة توزع، وبالتالي يصير عندنا بلاوي يعني كثيرة في كثير من الأجهزة الحكومية. المال العام هذا اللي هو للوطن، لثروة الوطن، يعني ليش البعض ينظر له سبحان الله مثل الذئب اللي بيفترس فريسه ويقتسمه مع الناس؟ صحيح. فوش وش الآلية اللي يمكن توضع لأجل فعلا يكون في رقابة حقيقية على المال العام؟ أنا أقول من أهم النقاط، أول شيء تنظيمها، يوضع لوائح وأنظمة واضحة وصريحة كما ذكرنا قبل، زين، أن تكون في نظام معروف، زين، ثم أيضا رقابة على تطبيق النظام، ثم أيضا يعني تطبيق النظام وتطبيق العقوبات في من يخالف النظام. في أشياء أحيانا احترازية واحتياطية. المؤسسات الخيرية في الفترة الأخيرة ما استقبلون منك الآن كاش نهائيا. تجي تقول أنا بتبرع أعطيك 10 ريالات تحويل كله، يقول لك لا، معي يمكن الصراف، جهاز الصراف هذا مثل محلات الدكاكين، ما نستقبل الكاش نهائيا. الآن جمعية البر ما تستقبل الكاش نهائيا. يقول لك أعطني بطاقة الصراف واسحب من حسابك تحول للجمعية، نسحب لك كأنها مبيعات. بهذا الشكل أصبح ما يعني يصعب أن يكون هناك شيء من تحت الطاولة كما يقولون. لكن إذا وجد أشياء غير مقيدة أو مقيدة بأوراق خارجية، يمكن أنا أكتب السندات أو أكتب الأوراق وما أحط الأرقام الصحيحة. أو أحيانا يصير في نوع من الثقة، وهذه أيضا اطلعنا جاتنا قضايا يعني بعضها نترافع فيها وبعضها جاتنا استشارات في مواضيع أحيانا من المال العام كما ذكرت. يسلم هذا الشخص عهدة بدون ما تجرد، بدون ما تحسب، بدون أي تدقيق، فقط أعطي هذا الكيس، ثم تبين أن الكيس هذا فيه أشياء ليست من نفس الصنف. على فكرة هذه مشكلة. أنا وقت انتهى، بس أبي منك تعليق. أنا صراحة أتفق معك في الكلام الرائع اللي قلته أنت، أنه يعني كيف يتجرأ الإنسان على أنه يمد يده على مال عام في مصلحة بلده، خاصة فيما يتعلق بتعليم أو بصحة أو بغيرها. مضبوط. ولكن يعني أحيانا الإجراءات هذه، خلينا نتكلم بشوي أنه الموجودة الأنظمة اللي تضبط، ولكن مثلا أعطيك مثال. أنت عندما تروح تشتري بضاعة من تاجر، والتاجر هذا يبيعها كاش ويبيعها لك وهو عارف أنه بيأخذ فلوسها بعد سنتين ويزيد عليك شوي، عرفت، لأنه هو يحسب تدوير المال حقه يعني. فربما تصير في، طبعا أنا ما أستثني، لأنه شوف يا عزيزي، مهما وضعت من إجراءات، إذا كان في هناك نية مبيتة يعني لا سمح الله لعمل شيء ما هو شرعي بالأموال هذه، ممكن، لأنه كل ما تعقدت الأنظمة كل ما تعقدت أيضا طرق الاحتيال عليها. ولكن علينا نشر ثقافة مثل ما تفضلت أنت، ثقافة احترام المال هذا، وأنك تعرف أن المال هذا لك ولابنك ولابن عمك والمستقبل بلدك والوطنك أهم شيء. يعني لابد يكون عندك أنت وطنية، أنك أنت إذا ما أعطيت لوطنك ما تأخذ من وطنك. جميل. هذا السؤال. شكرا شكرا لكم، يعطيكم العافية. الموضوع حقيقة يعني مهم بشكل كبير، وأتمنى يكون إن شاء الله وصلنا الرسالة بإذن الله. شكرا لك دكتور محمد العبد اللطيف الكاتب والأكاديمي، شكرا كذلك للمستشار القانوني الأستاذ فيصل الرميح. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل العودة.